استاذنك دكتور محمد، هسمع بس الجزء من اللي قاله السيد وزير الخارجيه النهارده ونعلق عليه، لانه هو بالظبط بيقول اللي حضرتك بتقوله ده، بس يعني باللغه الدبلوماسيه. اتفضل. شو حضرتك الفقره دي مع بعض؟ حوار هو شريطه التنفيذ الكامل للمبادئ والشروط ال13، وبالتاكيد انه ليس هناك اي نوع من التفاوض، لان التفاوض ليس هنا محل أن يتم التفاوض على مثل هذه المبادئ والوصول إلى تنفيذ بعض وليس كل، أو العمل على الوصول إلى نقاط توافق لا تؤدي إلى تحقيق الغرض بشكل كامل. من الطبيعي أن هذا التنفيذ يقتضي وضع آليات تستطيع أن يتم من خلالها تنفيذ هذه المطالب وهذه المبادئ، وهذه الآليات لابد أن تكون آليات كاملة وتؤدي إلى الغرض، وتشارك في وضعها وفي مراقبة تنفيذها الدول الأربع ودول أخرى ربما فاعلة. بيان الذي صدر هو صاغ المبادئ الستة التي اعتمدت وتعتمد من قبل المجتمع الدولي على باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله المواجهة الكاملة للإرهاب، كما عاد التأكيد المطالب والمشاغل من قبل الدول الأربع باعتبارها ثابتة ولا حيد عنها، وأنها ضرورية في كافة عناصرها حتى تكون قطر ملتزمة في التناول لهذه المطالب والمشاغل. وأيضا لا يجب تصور أن الردود كانت وافية وشارحة بأن يصاغ أي نوع من الشك، إلا إذا كان مقصود هذا الشك، ولكن الموقف هو موقف ثابت وواضح في الشروط المرتبطة بأي حوار، وأن الحوار هو نطاقه هو في الآليات التنفيذية التي تحقق المبادئ والشروط، فليس له نطاق مطلق أو نطاق غير محدد، وإنما هو نطاقه وضحه الوزراء من قبلي، وأؤكد عليه أنه مرتبط بالتنفيذ الكامل للمبادئ والمطالب.